السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أحمد محمد حسانو، المعصرة لوالدي، أنا هون المشرف على المعصرة. بالنسبة لعمر المعصرة صار لها 25 سنة عنا تقريبا، مع زمان يعني جدي. مراحل عصر الزيتون هي خمس مراحل. أول مرحلة نحن عنا من زين الزيتون بشكل عام، يعني الزيتون كله من زينه. بينتقل على المرحلة الأولى هي الدلو، بتفضى الزيتون بالدلو. من بعد الدلو شاط بياخد بينقل الزيتون على الغسالة، بينشفط في ورق بيكون مع الزيتون، في شفاط للورق بيشفطه. المرحلة الثانية هي غسيل، بنغسل الزيتون بالغسالة، تنقله الغسالة على دلو آخر. نحن بنقول له الجاروشة أو بشكل عام شيء تطحن الزيتون. المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة هي العجانات، بينتقل بعد ما ينطحن الزيتون على العجانات. في وقت معين بيضل من ساعة ونص للساعتين إلا ربع العجين بالعجانات لحتى يتخمر ويفرز الزيت. بعد ما ينعجن لمرحلة معينة من الساعة ونص للساعتين إلا ربع بينتقل على الديكانتر، المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة الديكانتر بيفرز الزيت عن البيرين. البيرين هو وسخ الزيتون. للي ما بيعرف انه البيرين ايش هو، وسخ الزيتون بيكون وسخ الزيتون. من بعد البيرين المرحلة الخامسة وهي الأخيرة على الفرازات، في فرازتين، بيكون فرازة للمي وفرازة للزيت، وظيفتهم فرز الزيت عن المي. بيتنقى الزيت، فرازة وظيفتها تنقي الزيت من المي من أي شوائب أخرى. بعدها بينتقل على آخر مرحلة الأخيرة هي قبان الزيت، معير على 16 كيلو، بيتعير في عامل موجود بس عليه يضغط زر، يعني بعبي التنكة 16 كيلو تتختم التنكة. نحن عنا بالمعصرة غيرنا بيوز ما بيشتغلها، بناخد عينة من كل التنك شي يتأسد الزيت، بينحط الزيت بمكانه المخصص له، وبينكتب اسم الزبون، تاريخ العصر، وأسيد الزمة، وكلمة عشر بجوز تشوفوها ملزوقة على اللزقة الكليشة تبعيتنا، هي انه مسحوب العشر اجرة المعصرة. والله يعطيكم العافية.